أهلا بكم في عرض إكمال المربع. ما هو إكمال المربع؟ حسنا، إنها طريقة لإيجاد معادلة تربيعية، وفي الواقع دعوني أكتب معادلة تربيعية ومن ثم سأوضح لكم كيفية إكمال المربع، ثم سنقوم بحل مثال آخر، ومن ثم ربما سنتحدث قليلا عن سبب تسميتها بإكمال المربع. دعونا نفترض أن لدي هذه المعادلة X تربيع زائد 16x ناقص 57 تساوي صفر. ما هي الأدوات الموجودة لدينا والتي يمكن استخدامها لحل هذه المعادلة؟ حسناً، يمكننا أن نحللها إلى عواملها، أي يمكن أن نقول ما هما العددان اللذان مجموعهما 16، وعندما تضربهما تحصل على سالب 57. وعليك أن تفكر بهذا قليلاً، ربما أنك ستحصل على عدد كامل، لكنك لن تكون متأكداً إذا كانت هذه الأعداد تنجح لهذه المسألة. لكن كما تعلمون أنه في بعض الأحيان يكون الحل عبارة عن عدد عشري وأنت لا تعرفه، لذا فإن الوقت الوحيد الذي يمكنك به أن تحلل هو إذا كنت متأكدا من أنه يمكنك أن تحلل هذه إلى عبارات صحيحة، أي x زائد عدد صحيح، أو x ناقص عدد صحيح، أو x ضرب عدد صحيح آخر، وهكذا. الخيار الثاني هو إيجاد المعادلة التربيعية، وما سنراه هو المعادلة التربيعية، وهي مختصرة بإكمال المربع. المعادلة التربيعية في الواقع تثبت عن طريق استخدام إكمال المربع. ما هو إكمال المربع؟ ماذا نفعل؟ حسناً، قبل أن نسير في هذا العرض، دعونا نرى ماذا يحدث إذا قمت بتربيع هذه العبارة. دعوني أفعل هذا في الأسفل. ما هو ناتج x زائد a تربيع؟ هذا يساوي x تربيع زائد 2ax زائد a تربيع. أليس كذلك؟ فإذا رأيتم شيء بهذه الصورة، أنتم تعلمون أنها x زائد مربع عدد ما. أليس من الأفضل لو أنه بإمكاننا أن نقوم بمعالجة هذه المعادلة؟ إذن يمكننا أن نكتب أن x زائد a تربيع يساوي شيئا ما، ثم يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي، وهذا ما هو ما سنقوم بفعله، وهذا هو إكمال المربع. دعوني أوضح لكم بمثال، أعتقد أن المثال سيجعله أكثر وضوحا. هذا ما نحتاج أن نتذكره، هذا كله منطقي بعد إكمال المربعات. حتى نحصل على معادلة بهذا الشكل على جانب واحد من المعادلة، ولدينا عدد آخر على الجانب الآخر، يمكنك أن تأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين. دعونا نرى. أولا، دعونا نتحقق من أن هذا ليس مربعا كامل. إذا كان كذلك، فإن هذا المعامل سيكون مساويا لإثنان A، أليس كذلك؟ إذن A تساوي 8، وهذا سيكون 64. بكل وضوح، فإن هذا ليس 64، إذن هذه ليست عبارة مربعة. ماذا يمكن أن نفعل؟ حسناً، دعوني أتخلص من 57 عن طريق جمع 57 لكلا طرفي المعادلة. سوف أحصل على x تربيع زائد 16x تساوي 57. كل ما فعلته هو أنني جمعت 57 لطرفي المعادلة. الآن ماذا يمكن أن أضيف هنا حتى يصبح هذا الجانب، أي الجانب الأيسر من هذه المعادلة، عبارة عن مربع، عبارة ما مثل AX زائد A؟ إذا اتبعت هذا النمط، هنا لدينا X تربيع
زائد 2 AX، لذا يمكنك أن تعتبر هذا على أنه 2 AX. أليس كذلك؟ ذلك الاثنان AX، ومن ثم نحتاج لأن نضيف A تربيع إليها، صحيح، زائد A تربيع، ثم سنحصل على هذا الشكل. لكننا نعلم من الجبر الأساسي أن أي شيء تفعله لجانب واحد من المعادلة عليك أن تفعله للجانب الآخر. لقد أضفنا A تربيع هنا، لذا دعونا نضيف A تربيع هنا كذلك. والآن يمكننا أن نعيد كتابة هذا كمربع عبارة ما، لكن قبل ذلك علينا أن نجد كم كانت قيمة A. حسنا، كيف نفعل ذلك؟ ما هي قيمة A؟ إذا كانت هذه العبارة 2AX، فما هي قيمة A؟ حسنا، 2A تساوي 16، إذن A تساوي 8. وأحيانا يمكنك القيام بذلك عن طريق الفحص، فحص ذلك ذهنيا، لكن إذا أردت أن ترى حلها جبريا فيمكنك أن تكتب 2AX تساوي 16X، ومن ثم نقسم كلا الطرفين على 2X ونحصل على A. A تساوي 16X على 2X، وعلى افتراض أن X لا يساوي 0 فإن هذا يقيم ب8، إذن A تساوي 8. إذا كان A تساوي 8 فيمكننا أن نعيد كتابة تلك العبارة. سوف أبدل الألوان لتصبح X تربيع زائد 16X زائد A تربيع، حسنا إنه 64 لأن A تساوي 8، تساوي 57 زائد 64، صحيح؟ لقد قمت بتوضيحا مملا هنا، لكن كل ما فعلناه لكي نصل من هنا إلى هنا هو أننا أضفنا 57 لطرفي هذه المعادلة حتى نضعها في الجانب الأيمن، ومن ثم أضفنا 64 لطرفي المعادلة. ولماذا قمت بإضافة 64 لطرفي المعادلة؟ إذن الجانب الأيسر من العبارة يتخذ هذا الشكل. الآن وبما أن الجانب الأيسر يأخذ هذا الشكل، فكيف يمكنني أن أعيد كتابته؟ X زائد A تربيع، نحن نعلم أن A تساوي 8، لذا ستصبح X زائد 8 تربيع، وكم ناتج 57 زائد 64؟ إنه 121. الآن على ما يبدو أن لدينا، إنها لا تزال معادلة تربيعية. أردنا أن نوسع هذا الجانب فسوف يمكننا أن نجد هذا دون استخدام المعادلة التربيعية أو دون اللجوء لتحليل العوامل. يمكننا أن نأخذ الجذر التربيعي لطرفي هذه، وإذا أخذنا الجذر التربيعي لطرفي لكلا الطرفين على ماذا نحصل؟ نحصل على، سأغير الألوان مرة أخرى، X زائد 8 تساوي، تذكروا هنا الجذر التربيعي الموجب أو السالب، ل 121. وما هو الجذر التربيعي ل 121؟ إنه 11، أليس كذلك؟ إذا وصلنا إلى هنا، دعوني أضع هذا جانبا. إذا نحصل على X زائد 8 تساوي موجب أو سالب 11، وعليه فإن X نطرح 8 من كلا الطرفين تساوي سالب 8 موجب أو سالب 11. إذن سالب 8 زائد 11 تساوي 3، إذن X سالب 8 زائد أو ناقص 11. دعوني أتأكد من أنني فعلت هذا بشكل صحيح. X تساوي سالب 8 زائد أو ناقص 11، نعم هذا صحيح. إذن X يمكن أن تساوي 3،
ثم إذا أخذت سالب 8 سالب 11 فإن x يمكن أيضا أن تساوي سالب 19. هذا جيد. دعونا نرى إذا كان هذا منطقي. بحسب النظرية فإن هذا يجب أن يكون باستطاعتنا أن نحلله كx ناقص 3 ضرب x زائد 19 يساوي 0، لأن هذان عبارة عن حلان لهذه المعادلة، وقد نجح هذا، أليس كذلك؟ سالب 3 ضرب 19 يساوي سالب 57، وسالب 3 زائد 19 يساوي موجب 16، أي موجب 16 x هنا يمكننا أن نحللها بهذه الطريقة. لكن إذا لم يكن ذلك واضحا بالنسبة لنا، لأنه كما تعلمون عبارة عن عدد غريب، يمكننا القيام بذلك بإكمال المربع. ولماذا يسمى بإكمال المربع؟ لأنه يتخذ هذا الشكل، ومن ثم علينا أن نضيف هذه 64 هنا حتى نكمل المربع، حتى نحول العبارة اليسرى إلى عبارة مربعة. وسوف أقوم بالتوضيح بشكل أبسط مع حركة أكثر خلال هذه المسألة، وهذا في الواقع ما سيجعلها أبسط، لكنها ستكون مسألة متشعبة. دعونا نفترض أن لدي 6x تربيع ناقص 7x ناقص 7x ناقص 3 يساوي 0. يمكنك أن تحاول تحليلها إلى عواملها، لكنني شخص لا أستمتع لتحليل الأشياء عندما يكون لدي معامل. ويمكنك أن تقول حسنا، لماذا لا نقسم طرفي هذه المعادلة على 6؟ لكن عندها ستحصل على كسر هنا وكسر هنا، وهذا سيكون أسوأ عند التحليل ذهنيا. يمكنك أن تحل معادلة تربيعية، وربما سأوضح لكم في المستقبل أن المعادلة تربيعية، وأعتقد أننا بالفعل انتهينا من حل المعادلة التربيعية، لكن المعادلة التربيعية في الأساس هي إكمال المربع. إنها اختصار نوعا ما، وهي تذكير بالصيغة، لكن دعونا نكمل المربع هنا، لأن تلك هي النقطة المهمة من هذا العرض. لذا دعونا نضيف 3 لطرفي تلك المعادلة. يمكننا أن حسنا دعونا نضيف 3 أولا، فنحصل على 6x تربيع ناقص 7x تساوي 3. لقد أضفت 3 لكلا الطرفين، وبعض المعلمين سيتركون سالب 3 هنا ومن ثم يحاولون إيجاد ما يضيفونه لها وكل ذلك، لكنني أفضل الخروج عن هذه الطريقة لكي يمكنني من إيجاد العدد الذي يجب أن أضعه هنا. لكنني أيضا لا أفضل وجود 6 هنا، إنها عبارة عن أشياء معقدة، أفضل أن أحصل عليها بصورة x زائد a تربيع، وليس معامل جذر تربيعي على عبارة x. لذا دعونا نقسم طرفي المعادلة على 6 ونحصل على x تربيع ناقص 7 على 6x تساوي 3 تقسيم 6 وتساوي نصف. ويمكن أن نجعل هذه أولى خطواتنا، يمكننا أن نقسم على 6 في هذه الخطوة الأولى. على أي حال دعونا الآن نحاول أن نكمل المربع. لدينا x تربيع، وسوف أقوم بتوسيع هذا، x تربيع ناقص 7 على 6x زائد شيء ما يساوي نصف. لذلك علينا أن نضيف شيء ما هنا لكي تصبح عبارة عن عبارة الجانب الأيسر عبارة تربيعية. كيف نفعل ذلك؟ حسنا ننظر إلى هذا المعامل ونبقي في ذاكرتنا أنه ليس 7 على 6 وحسب، وإنما سالب 7 على 6. نأخذ نصفه ومن ثم نقوم بتربيعه. صحيح، دعوني أفعل هذا، x زائد a تربيع تساوي x تربيع زائد 2ax زائد a تربيع. صحيح،
هذا ما عليك أن تتذكره طوال الوقت، جمعه وتركز على إكمال المربع. ماذا قلت الآن؟ حسنا، هذه العبارة ستكون نصف مربع المعامل. وكيف نعرف ذلك؟ لأن A ستكون نصف هذا المعامل إذا أجريتما بعضا من تماثل النمط. ما هو نصف هذا المعامل؟ نصف سالب 7 على 6 هو سالب 7 على 12. فإذا أردتم يمكنك أن تكتبوا أن A تساوي بالنسبة لهذا المثال سالب 7 على 12، أليس كذلك؟ ماذا أضيف لكلا الطرفين؟ أضيف A تربيع. إذا كم ناتج 7 على 12 تربيع؟ حسنا، إنه 49 على 144. إذا فعلت هذا للجانب الأيسر فعلي أن أفعله للجانب الأيمن، زائد 49 على 144. والآن كيف يمكنني أن أبسط هذا الجانب الأيسر؟ حسنا، نحن نعلم الآن إن هذا مربع كامل. في الحقيقة نحن نعلم قيمة A تساوي 7 على 12، ونعلم أن الجانب الأيسر من هذه المعادلة هو x ناقص a أو x زائد a، لكن a عبارة عن عدد سالب. إذن x زائد a تربيع و a عدد سالب. وإذا أردتم فيمكنكم أن تضربوا هذا وتتحققوا إنها بالفعل تساوي هذه، وهذا يساوي، دعونا نأخذ مقاما موحدا وهو 144، و72 زائد 49 يساوي 121. 121 على 144، لدينا x ناقص 7 على 12، كل ذلك يساوي 121 على 144. ماذا نفعل الآن؟ حسنا، الآن نأخذ الجذر التربيعي لطرفي هذه المعادلة، وأنا أحاول أن أفرغ بعض المساحة، سوف أستخدم اللون الأخضر. دعوني أجزئ هذه ونحصل على x ناقص 7 على 12 موجب أو سالب تساوي موجب أو سالب 11 على 12. الجذر التربيعي ل 121 هو 11، والجذر التربيعي ل 144 هو 12. ثم يمكننا أن نضيف 7 على 12 لطرفي المعادلة ونحصل على x تساوي 7 على 12 زائد أو سالب 11 على 12. حسنا، هذا يساوي 7 زائد أو ناقص 11 على 12. ما ناتج هذان الخياران؟ إذن 7 زائد 11 تساوي 18 على 12. إذن x يمكن أن يساوي 18 على 12، أي 3 على 2. أو ما ناتج 7 ناقص 11؟ إذن يساوي سالب ثلث. لقد حصلنا عليه، هذا هو إكمال المربع. أتمنى أنكم قد وجدتموه منطقيا. وإذا أردتم أن تثبتوا المعادلة تربيعية، فكل ما عليكم فعله بدلا من الحصول على أعداد هنا، اكتبوا x تربيع زائد bx زائد c تساوي 0، ثم إكمال المربع باستخدام a b و c بدلا من الأعداد، وسوف ينتهي بكم المطاف إلى معادلة تربيعية بهذه النقطة. أعتقد أنني قمت بذلك بإحدى العروض. على أي حال، سأراكم في العرض التالي.